مساء الخير. قبل أن ننقرض وتذهب ريحنا إلى الأبد، بعد الحرب العالمية الثانية انتشرت ظاهرة في المجتمع الغربي كانت تريد كسر كل ما هو معتاد. انتشرت ظاهرة التحشيش والماريوانا والهيبيز والانفلات الجنسي. انتشر كل ما يمكن أن يذهب عن الإنسان صور الموت والقتل والدمار، والأكثر من 200 مليون ضحية وقتيل في الحرب العالمية الثانية. الحروب قذرة بطبيعتها، الحروب فيها كل ما هو لئيم وقذر، ولذلك بعد الحروب وأثناء الحروب هناك استعداد كبير لدى الجمهور لاستقبال ما هو غير معتاد، لاستقبال ما هو سافل إلى حد كبير. اليوم نحن في سوريا وفي المنطقة ككل نعيش ما هو أقصى من الحرب العالمية الثانية، ولذلك فإن مسألة بيع الثقافة السافلة، بيع الثقافة المنحطة لها ركنان رئيسيان. أولا، قادة الحروب وأمراء الحروب يريدون ذلك لأنهم عبر بيع السفالة وبيع الثقافة المنحطة يستطيعون تجهيل الجمهور و اقتياده، لا أقول قيادته، بل اقتياده إلى حيث يشاءون. لذلك نشاهد هذا الكم من الانحطاط الثقافي، نشاهد أن المنابر يعتليها أولئك الذين يبيعون الثقافة المنحطة في الغناء، في الصحافة، حتى في التحليل السياسي وفي القيادات السياسية. اليوم طبعا أتناول الثقافة المنحطة التي يراد إرسالها إلى الناس. على فكرة في سوريا قبل آذار 2011 انتشرت أغنية سافلة جدا لتلك المطربة التي قالت: امبارح وين كنت سهرانة يا بنت الكذا، نامت عليك حيطة يا بنت الكذا. هذا الأمر ليس بالصدفة على الإطلاق، لأن بيع الثقافة المنحطة يجهل الجمهور ويسهل اقتياده. إذا هناك ركنان رئيسيان، أمراء الحرب وقادة الحروب، وهناك ركن خطير للغاية وهو نحن. الجمهور أثناء الحروب يكون مؤهلا وجاهزا لكي يسمع كل ما هو منحط وسافل، ولذلك الأمر خطير للغاية. هذه هي الأسباب السياسية. أما الأسباب المالية فهي ظاهرة عالمية. الظاهرة العالمية تريد أن تبيع كل ما هو جديد، الربح ومزيد من الربح والمزيد من الربح. قانون لا يحترم الأخلاق على الإطلاق، هو لا ينتقي على أساس أخلاقي، بل هو ينتقي على أساس ربحي. أي شيء يؤمن الربح. لذلك أنتم ترون أفلام الانحلال الجنسي بشكل هائل، موجودة على السوشيال ميديا وموجودة في كل مكان. أنتم ترون أنه حتى نوعية الأغاني ونوعية الثقافات التي تبث للناس كلها فيها كسر للأخلاق وللحياء. محاولة الدفع بإنتاج ثقافة المثلية الجنسية واعتبارها أنها جزء طبيعي من الحياة، ودفع الناس لكي يتحولوا من الزواج الطبيعي ومن اللقاء الطبيعي بين الرجل والمرأة بالحلال وبشكل كريم بشكل محترم إلى كل أنواع الفحش، هذه مسائل خطيرة للغاية. ما يعنيني هنا وما يعنيكم بالتأكيد هو أوطاننا نحن، لأننا الحلقة الأضعف على الكرة الأرضية. نحن الحلقة الأضعف على الكرة الأرضية، لأننا لا نمتلك مؤسسات تدافع عنا، لا نمتلك مؤسسات حقيقية يمكن الركون إليها في الدفاع عن الناس وفي إبعاد الثقافات المنحطة والسافلة وإنتاج الثقافات المحترمة، إنتاج الغناء المحترم والمسرح المحترم والدراما المحترمة، والدفع بها إلى الناس لتثقيف الناس بالاتجاه الصحيح، ورعاية العملية التربوية والتعليمية في أوطاننا بشكل سليم ومحترم. كل هذا الأمر لا توجد في ظهره أو في دعمه مؤسسات حقيقية محترمة تريد خيرا بالجمهور، بل على العكس تماما، هم يريدون تجهيل الجمهور وتحويله إلى جمهور لا يفكر، لأن الأغنية المحترمة تجعلك تفكر، المسرح المحترم يجعلك تفكر، الفن المحترم بشكل عام يجعلك تفكر. كلمات
أي أغنية راقية تحولك إلى إنسان راقي ومحترم، والإنسان الراقي لا يمكن اقتياده بسهولة إلى فعل ما هو غير راقي وغير محترم. لذلك تجدون كل هذا الكم الخطر والهائل من الثقافات السافلة المنحطة. أحذركم وأحذر نفسي وأضرب ناقوس الخطر كما أفعل دائما، وأقول لكم نحن في سوريا ونحن في المنطقة العربية ككل قد تذهب ريحنا. انتبهوا انتبهوا انتبهوا. لا أريد ذكر أمثلة، كتبت على صفحتي في الفيسبوك من أقصد ومن أعني. أحذركم جميعا، إذا كان أمراء الحرب وكانت القيادات تريد اقتيادكم عن طريق بيعكم الثقافة السافلة لا تقبلوها أنتم. يعني اذهبوا ببصيرتكم وبآذانكم وبعيونكم إلى الحقيقة، إلى أولئك العقلاء الذين يهتمون بمصير هذه الأوطان وبمصير هذه الشعوب ويفكرون من أجلها، وفكروا أنتم معهم، لأن التفكير ليس عملية يعني تأتي من نخب فقط في بروج عاجية، بل يجب أن يتحول التفكير إلى تفكير عمومي لكل الناس. شغل عقلك، شغل عقلك، ولا تذهب إلى ثقافة السفالة. أحذركم لأننا في خطر شديد. عاشت سوريا.